هي الزانية تقربت. هو هذا المكان الغريب اللي صار بالقرية، بس أنا جبت وياي ذول الجنود حتى احنا تسلحنا. أنا الأمير وأني مسؤول عن الجنود، أنا دائما ندافع عن القرية. يلا يا جنود استعدوا، لازم ندخلها إلى هذا المكان ونستكشف شنو موجود هنا. أوكي خلي أشوف شنو هذا المكان الغريب اللي صار بهاي القرية. هي ماكو اي شينا، احنا لازم ندخل ونستكشف. يلا تعالوا استعجلوا حتى انا ما قاعد اشوف اي شينا. شنو؟ هي زومبي، يلا قاتلوا ذول الزومبي، لازم نتغلب عليهم. هي اخذوا عليهم. شنو؟ هي وين الجنود مالتي؟ هاش قاعد يصير؟ لا 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 مستحيل، ذول حتى راح يقضون علي، راحوا كل الجنود. لا لا ما يصير بقناة، لازم احاول اهرب واخبر بابا الملك انه هنا اكو جيش من الزومبي وذول عددهم هواية، واذا تقربوا للقرية اكيد راح يقضون علينا. يلا خل اركض. يا ساني تقربت، لازم بابا الملك يعرف بكل هذا اللي صار حتى انقضى على كل الجنود مالتنا. ذول الزومبي اعدادهم هواية ولهذا تغلبوا على الجنود. لازم استعجل. يا بابا الملك لازم تعرف شنو صار. شكو شنو الصوت؟ ها منو قاعد يصيح؟ ابني جيجي شنو اللي صاير؟ يا بابا انا اخذت الجنود وياي، رحت استكشف اكو جبل عملاق، بس ما تعرف شنو واجهني، جيش من الزومبي هجموا على الجنود مالتي وقضوا عليهم. شنو؟ يعني قضوا على كل جنودنا؟ لا لا مستحيل، بس شلون قاعد يصير هذا الشيء؟ بس يا ابني انت متاكد ان ذولا جيش من الزومبي؟ اي نعم يا بابا ذولا جيش من الزومبي، وبصراحه انا قضيت على عدد منهم بس ما اقدر اقضي عليهم كلهم لان ذولا اعدادهم هوايه، وإذا وصلوا للقرية أكيد راح يتخلصون مني. شوف اسمعني، احتمال أصلاً ذو راح يتبعوك ويجون وراك ويجون على قريتنا، بس إحنا إيش راح نسوي؟ يا بابا أنا فكرت إنه أنا لازم أبني قصر جديد، بصراحة هذا القصر ما راح يفيدنا حتى ما راح يحمينا. شنو؟ هي شوف اسمعني جيجي، أصلاً فكرت بهذا الشيء من قبل، بس أنتم ما قلتوا لي موافقين. لو أنتم من بدأ وافقتوا كان سويت قصر وراح يكون اسطوري وراح نقدر نسكن بيه بدون ما يصير بينا اي شيء. اي صحيح يا بنتي، بس اسمعيني، انت مهمتك المدينه لازم تبنينا قصر يحمينا حتى يحمي الناس الفقراء اللي عايشين بهاي القريه. كل زين بابا، انا راح اروح واخذ كل المعدات اللي احتاجها حتى راح اسوي قصر اسطوري وراح نقدر نحتم بيه حتى ما يصير بينا اي شيء. بس اسمعي، انت اصلا بنائك مو محترف، انت صحيح مسؤوله عن المدينه بس انت ما شفتي ذول عدد الزومبي. اسمعني رانيا، انا اعرف ابني قصر اسطوري واقدر اسوي محمي، بس انت ما تعرفين تسوين هذا الشيء. شوف اسمعني، انت كل بيتي تتغار مني لين قاعد اشوف بابا الملك قاعد يطلب مني انه انا اسوي انا القصر، بس ولي هذا بيتي تتغار، بس أني راح أروح وأبني وراح يكون كلش حلو وراح يكون محمي. يا بنتي رانيا، أريدش تاخذين البلوكات الدايموند حتى تبنين قصر أسطوري يحمينا ويكون محمي ضد ذول الزومبي. طبعا بابا، حتى ما راح تأخر، لازم أصعد وأجمع كل غراضي. بس يا بابا الملك، أنت راح تنطيه بلوكات الدايموند بس هي ما راح تعرف تبني، انطيني هاي البلوكات إلي وأني راح أسوي قصر أسطوري. يا ابني، هي مهمة رانيا المدينة وأنت مهمتك الجيش، وبصراحة أنت فشلت بهاي المهمة. شنو فشلت؟ بس بابا صدقني، الجنود عندي قليلين وذول الزومبي أعدادهم هواي. هيا ابني، أنا بصراحة ما أقدر أنطيك بلوكات، كلها راح تأخذ راني وراح تبني بيها. طبعا بابا، هسا أخذ كل البلوكات ولازم أروح وأبني، يلا خلي استعجل. شنو؟ معقولة كوراني راح تأخذ كل البلوكات؟ بس أنا شلون راح أقدر أسوي قصر محمي؟ أنا ما عندي بلوكات دايموند. بس ها صحيح ذكرت، أنا عندي بلوكات من الكابلستون، معقولة تكون كابلستون راح تفيدني وأقدر أبني قصر محمي؟ بصراحة ما أعرف، إذا لازم أخذ الأغراض مالتي واستعجل. أوكي هي أغراضي موجودة هنا، لازم أخذها من الصندوق. يلا خل استعجل. يس أنا جبت البلوكات مالتي. يلا يا جيجي استعجل. بس هاش قاعد أشوف رانية، بس هاش قاعد تبنينه؟ والله قاعد تبني القصر هنا. هاي رانية، انت ايش قاعد تستخدمي البلوكات؟ هاي بلوكات مو قوية. هي شوف اسمعني، السبب مثل ما خبرني انه انا بلوكات الدايموند الي، شوف اسمع، انت كافي تغار مني، راح يكون بناي اسطوري. بناك اسطوري؟ بس انت ما تعرفين كل الزومبي يجون من هذا المكان
والله اكيد راح يقضون علينا. بس بالبدايه لازم استعجل يا جيجي، انا اعرف شو راح اسوي هنا. احسن حل راح اسد هذا الجسر حتى ابطئهم، ما اخليهم يوصلون انه باسرع وقت. اوكي هسه انا بنيت هذا الجدار حتى يمنعهم. هي جيجي انت ايش قاعد تسوي هنا؟ ايش قاعد تبني؟ هي اسمعي، انا قاعد ابني جدار حتى اخليهم يبطئون وما يوصلون بسرعه على هاي المدينه. يلا اوكي انت اشتغل هنا وراح اكمل القصر مالتي على السريع. يلا خلنا نركض. اوكي يلا يا جيجي، اتوقع هذا الجدار راح يخليهم يبطئون، بس هم ذول الزومبي جيش كامل اكيد راح يكسرون هذا الجدار. هسه لازم استعجل. يا جيجي بداش راح تسوي؟ اعتقد هذا المكان راح يكون اسطوري، انا متاكد اذا بنيت هنا قصر راح يكون احسن قصر بالعالم. بالبدايه احتاج، اوكي شنو تسوي يا جيجي؟ اوكي وراح ابدي احسب 1 2 3 4 5. اوكي 2 3 4 5. اوكي انا بهالطريقه راح اسوي 2 3 4 5. بصراحه هاي راح تكون هنا ابراج هي تحمي هذا القصر. وبعدين راح اسوي هنا البناء مالتي. بس انا ما عندي بلوكات دايمود مثل رانيا. بس اوكي اتوقع بلوكات هاي الكابل ستون اكيد راح تفيدني، ولهذا لازم اشتغل على السريع. يلا خلبني. يس بديت اخطط، هنا راح يكون البرج الاول. بالضبط هنا راح يكون القصر. يلا يا جيجي استعجل. اوكي ايش قد راح اسوي؟ لين انا راح اجيب كل سكان القريه لازم يحتمون هنا. بس هي ايش قاعد تسوي رانيا؟ والله بصراحة ما أعرف، أنا متأكد بناها ما راح يكون أسطوري. أوكي أعتقد بعد يحتاج، يلا يا جيجي هنا راح يكون كافي. أوكي هنا أنا هاي 1 2 بعدين 2 3 4 5. أوكي هسه 2 3 4 5. أوكي هسه صحيح، بعدين هيجي راح أسده. هسه راح أجيب البلوكات وأحاول أكمل. اوكي بس متاكد راح يكون قصر عملاق. بالضبط الطابق الاول راح اجيب هنا الناس اخليهم يقعدون هنا، وبالطابق الثاني راح اسوي هو بيت الملك راح يكون اسطوري ومحاط بهاي الابراج. بعد يا جيجي ايش راح اسوي؟ اوكي 1 2 3 4. لازم هنا ايش راح اوكي اذا سويت هيجي. اوكي 5 بعدين اعتقد هيك الصحيح. اوكي بعدين 1 2 3 4. اوكي 1 2 3 4 اعتقد هيك راح يكون اسطوري. بصراحه انا راح اخلي الباب راح تكون بابين بالضبط بهذا المكان. بعدين راح ابدي احسب 2 3 4 5. اوكي هسه صحيح. يلا يا جيجي لازم اكمل. اوكي 1 2 3 4 5. بصراحه راح يكون قصر ابد مو صغير، راح يكون قصر اسطوري. اوكي بعد هنا هسه صحيح. يلا يا جيجي اوكي هسه انا كملت هذا، هسه لازم اشتغل واحاول اكمل هذا الاساس. يلا خلشته. يس اوني كملت وقدرت ابني هنا اساس هذا القصر. طبعا هذا القصر راح يكون عملاق. بس هي هايرون ايش قاعد تسوي؟ والله كملت اول برج. هاي رانيا انت شنو فكرتك؟ ايش راح تسوين بناء هنا؟ هي شوف اسمعني، شفت انت اقول لك افكاري؟ مستحيل اقول لك اي شيء، اكيد راح تغار مني وتقلدني. بس بوع البرج مالتي سويته، هاي هنا راح تكون ابراج كل شويه، هنا برج واحد وهنا بعد برج واحد وابراج بعد اثنين، وبالنص راح يكون هذا القصر الاسطوري. اوكي زين، واذا اجوا ذول الزومبي وكسروا هاي البلوكات اكيد راح يدخلون. شنو بلوكات الدم وتتكسر؟ هاي شوف اسمعني، انت امشي من ابتعد، مالك اي علاقه، اكيد تبدي تتغار لان قاعد تشوف انه هذا البناء راح يكون احلى بناء بالقريه. شنو بالقريه؟ بس انا متاكد هذا القصر ما راح يكون محمي، حتى ذول الزومبي اكيد راح يدخلون هذا المكان. يلا يا جيجي اوكي راني ما قاعد تتوقع ايش قد عددهم. هسه لازم استخدم هاي البلوكات. بصراحه انا بابا ما قبل ينطيني بلوكات الدايموند، ولهذا اضطريت استخدم هاي البلوكات. هي انت ليش قاعد تضحكين اصلا؟ هي شوف اسمعني، انا جيت اضحك عليك بس خطيه، انت قاعد تبني بهاي البلوكات. صح بابا ليه ما اعطاك اي بلوكه؟ بس يلا اوكي فهم زين، بابا ما اعطاك اي بلوكات مال الدايموند لان انت راح تصرفها وتستهلكها وحرامات،
ما حد راح يجي هذا المكان. شنو ما حد ما راح يجي؟ هي اسمعيني، أنا متأكد كل الناس راح يختارون يبقون بهاي القلعة، أقصد بهذا القصر، وما راح يختارون هذا القصر مالتك. شنو هذا القصر المقرف؟ باع بلوكاته؟ أصلا حتى بلوكاته مقرفة. أصلا سبب الملك احتمال راح يعاقبك، يقول لك يا ابني جيجي أنت منو قال لك ابني هذا البناء؟ باع بناء أرانيا الأسطوري، هذا أحلى بناء بالعالم. صراحة بدأت تضوجني. يلا يا جيجي حاول تشتغل على السريع حتى أكمل، والله احتمال ذول الزومبي راح يجون. بصراحة أنا كلش خايف، لازم أهيئ هذا المكان حتى يجون الناس يختبوننا. يلا خلنا اشتغل. يس أنا اشتغلت هواي هنا، حتى غيرت الأرضية إلى خشب وقدرت أبني هاي الأسيجة. هسه يا جيجي شنو راح تسوي؟ أوكي بالبداية اللي راح أسوي راح أخلي خشب هنا حتى يقدرون يمشون هنا كل المقاتلين. أوكي بالبداية لازم نتقرب هنا، أسوي لهم طريق أوكي حتى يقدرون يوقفون هنا ويقدرون يصوبون. بس يا جيجي بعد ايش راح تسوي؟ اعتقد هاي الابراج يحتاج اسويها اعلى. اوكي اذا لازم اظل هيجي ابني بالضبط، راح اسوي هاي الابراج تكون اعلى حتى يكون شكل هذا القصر اسطوري بعد اكثر. اوكي يا جيجي اتوقع هاي اخر بلوكات احتاج ابنيها. اوكي بالضبط هيجي. بعد اي والله انا دمجت ونزلت. بس اوكي هيك اتاكد شكله راح يكون اسطوري. بس هي ايش قاعد تسوي؟ هي رانيا انت ايش قاعد تسوين هنا؟ هي انا ما قاعده اسوي اي شيء، بس انا جيت حتى اشوف بنائك، قاعد اشوف بنائك حلو او لا، بس طلع بنائك مقرف. هي كافي تكسرين بالبيت مالتي، يلا ابتعدي. شوف اسمعني، شفتك انت قاعد تشتغل بنائك سريع، اسمع قول راح تكمل قبلي، مستحيل اقبل بهذا الشيء، لازم انا اكمل قبلك. حتى بابا الملك من يجي راح يختار البناء مالتي واكيد راح يعجبه. هي شنو راح يختار منه؟ هو صحيح بناء كله من الدايموند، بس انتي ما تعرفين هذا راح يكون ضعيف، اذا هجموا عليك الزومبي اكيد راح يقضون عليك. شوف اسمعني انت قد غلطان، اصلا ماكو شيء اقوى من الدايموند، الدايموند اقوى شيء. يلا روح ابتعد. هي والله مزعجه، هاي ما قاعد تعرف ايش راح يسوون ذولي. اوكي يا جيجي بالبدايه لازم هسه اكمل شغلينا. اوكي راح اخلي هاي البلوكات بالضبط هنا، لازم اسد هذا الطابق، هنا الطابق راح يكون كل الناس، راح اخلي لهم حتى الجلوس هنا، خلي لهم كراسي حتى يحتمون بهذا المكان، والقصر مال الملك راح يكون بالطابق الثاني. بس اوكي اذا سويت هيجي راح يكون كله من الخشب. بس اوكي احتاج درج انه اسوينا. بس يا جيجي وين راح تسوي الدرج مالتك؟ اوكي انا قاعد افكر انه الدرج يكون بالضبط بهاي الطريقة. اوكي بعد يا جيجي هسه صحيح. اوكي والله سويت درج اسطوري. يلا اوكي بعد هنا. اوكي هسه صحيح. اوكي انا كملت هذا الدرج اللي صعد الجنود هنا. هسه لازم اكمل هذا الطابق واحاول اخلي خشب بكل مكان. يلا خلشته. يس تقريبا هذا القصر بدأ يكمل، والله سويته قصر محمي اسطوري. حتى هسه جبت هذا الايرون بارز، اوكي راح اخليه هنا حتى مكان الزجاج، هنا الحراس يقدر يشوفون ويراقبون من هذا المكان بدون ما الزومبي يقدرون يقتحمون المكان. اوكي بعد شنو عندي؟ اوكي راح اخلي هنا الحديد. اوكي يا جيجي والله صار قصر محمي. بعد ايش راح اسوي؟ هنا بالضبط هذا الطابق الأول، هنا كل سكان القرية راح يجون يحتمون بهذا المكان. أوكي بس أنا وين راح أسكن؟ وإحنا راح نسكن هنا بالضبط بالطابق الثاني. واو هنا راح يكون بيت الملك، أقصد قصر الملك، أكيد بابا راح ينعجب بهذا المكان. يلا يا جيجي بس بصراحة أنا ما عندي دايموند، لأن هم أصلاً ما أعطوني بلوكات دايموند، أنا عندي بس هذا الحجر. بس يلا أوكي أعتقد هذا الحجر هم حلو. أوكي يا جيجي بالضبط هيجي. أوكي صحيح. هسه لازم أكمل. أوكي وين عندي بعد بلوكات لازم أجيبه بالضبط هنا. أوكي يا جيجي هنا راح أسوي غرفتي أنا والملك. بس رانية ما أعرف رانية راح تقبل تجي هنا، بس أوكي خلي أشوف مالت القصر. واو والله ايش قد تبني. هاي رانيا انت ايش قاعد تسوين؟ منو قاعد يصيحني؟
جيجي هي جيجي انا قاعد اشتغل يلا روح ابتعد. هي اسمعي شنو ابتعد اصلا بناك محلو صحيح بناك عملاق بس هذا ما راح يكون محمي هذا. شوف اسمعني اكيد تبي تغار مني اصلا الدايموند اكثر بلوك محمي بالعالم يلا روح ابتعد تمالك علاقة اصلا يلا روح. اوكي والله مزعجة ما اعرف ايش قاعد تبني. يلا يا جيجي اوكي انا بقى شوي وراح يكمل هذا بقى بس اجيب الاثاث مالتي بس ها قبل كل شيء اوكي انا جبت اشياء حلوة ولو هاي اشياء رخيصة بس اذا خليت هنا القصر راح يكون حلو. اوكي واحد هنا وهنا بعد يا جيجي اوكي لا لازم اخلي هاي الاشارات حتى تبين انه هذا قصر. اوكي بعد هنا بس والله مبين مثل القصور القديمة مال قديم الزمان بصراحة اليوم بنائي كله من هذا الحجر. اوكي بعد يا جيجي هسه لازم اقفز وخلينا اوكي هسه مبين انه هذا قصر هسه لازم اشتغل لازم اسوي طرقي المحمية لازم احمي هذا القصر. اوكي الطريقة انه راح احفر بلوكتين حول هذا المكان او ثلاث بلوكات اوكي هنا بالضبط راح يكون خندق حمل عملاق حول هذا القصر يحميني الزومبي ما يقدرون يقفزون. يلا يا جيجي لازم اكمل واحفر هذا الخندق العملاق يلا خلي اشتغل. ياسا صار الصبح أنا البارحة حتى ما نمت بالليل كلك قاعد اشتغل بهذا القصر بس واخيرا أنا كملت بنائي. واو يا جيجي صار بناء اسطوري حتى كملت هذا حفرت هنا خندق حتى اذا رادوا الزومبي يعبرون راح يسقطون بهذا المكان مستحيل يقدرون يخرجون واذا اجى الصبح وجدت الشمس اكيد راح تقضي عليهم. حتى سويت هنا جسر. شو هذا البناء؟ هي اسمعي رانيا هي تيش تضحكين اصلا بعد الباشا تسقطين بهذا المكان شنو رايك بالبناء مالتي اللي انا بنيته؟ بالبناء شنو هاي الحفره العملاقه هاي شنو فعلتي؟ أكيد غلطت بالبناء ولي هذا شي صار شكل البناء. هي غلطت هي أنا ما غلطت بالبناء أصلا بالعكس بناي أسطوري قاعد تشوفين سويت حفرة عملاقة حتى إذا جو الزومبي راد يعبرون أكيد راح يسقطون بهذا المكان. يسقطون بهذا المكان بس أوكي بس وإذا سقطوا بهذا المكان أصلا راح البقية يقدرون يهجمون ويدخلون هنا بس شو هذا المكان؟ وشون هذا؟ هاي شكله كلش مقرف. هي ليش مقرف؟ اصلا انا ما عندي بس هالبلوكات بس هنا الطابق الاول هنا راح يكون الناس يسكنون وهنا الطابق الثاني بابا الملك راح يجي هنا. شنو؟ تتوقع بابا الملك يقبل يوافق بهذا المكان؟ لا مستحيل بابا اصلا يحب الدايموند وراح يختار البناء مالتي البناء الدايموند اصلا مستحيل راح يجي هنا. هاي كله بلوكات حتى بلوكات مقرفة. هي كيف تقولي على بنائي مقرف أصلا بنائي مو مقرف بس أوكي بصراحة هو بنائي حلو بس البلوكات مالتي ما حلوة أنا بس حجر وخشب يعني أصلا ما قبلوا ينطوني بلوكات بس يا جيجي أوكي أنا جتي ببالي فكرة أنا راح أحاول إنه أسوينا شبابيك يعني ما عندي شبابيك هنا أوكي بالضبط هنا راح أسوي أحفر هاي بعدين راح أخلي الأيرون بارز واو أتوقع هسه صار أحلى. يلا خلي أنزل على السريع أوكي بعد يحتاج أثاث هنا بهذا المكان. هاي تش قاعد تسوين هنا؟ أنا قاعد أشوف هذا شنو بس أوكي أصلا هذا راح يفشل بس تعال بوع البناء مالتي البناء العملاق الأسطوري أحلى بناء بالعالم كله. هاي أنتي استخدمتي كل بلوكات الدايموند اللي عندنا؟ إيه طبعاً أكيد كل استخدمتها لأن بابا هو اللي خبرني إنه بنت رانيا أنتي لازم تبني بناء حلو ولي هذا أنا تعبت واشتغلت وسويت أحلى بناء بالعالم. شنو أحلى بناء؟ بس صحيح هو البناء حلو كله دايموند بس هذا مو محمي هذا المكان. مو محمي هي شوف اسمعني عندي هالبوابة أصلا هي راح تحميني بابا حس الباب مسدت يعني ماكو مشكلة. هي ما سدت الباب هاي حتى أصلا ما تشتغل. شو بتشتغل؟ هي اسمعني هسا سدت الباب شفت هسا سدت. أوكي هساني عرفت هي تعي ادخلي خلي أشوف بناءك من الداخل. شنو؟ هي هذا شنو راح يكون هذا؟ شوف اسمعني هنا باب الملك راح يقعد راح اجهز هنا كل شيء مو بس هاي راح اسوي منه درج الصعود حتى بابا يتفقد كل هالمكان وشوف ايش قاعد يصير بس تعال بهاي الابراج راح اسوي الدخوليه وهنا راح يصعدون ويحرسون بس الجنود. بس الجنود هي بقيه الناس سكان القريه
معقولة راح يقضون عليهم الزومبي؟ شوف اسمعني، لا أصلا ما عليهم أي شيء، يدخلون بهاي الأبراج، عندي الأبراج الأمامية للجنود والبقية للناس، يعني هم يراقبون ويساعدون الجنود. هي أعتقد فكرتك هاي راح تفشل، ما أتوقع فكرتك راح تنجح. كافي تحكي هذا الحكي، فكرتك راح تفشل، أصلا بالعكس راح تنجح، وأنت فكرتك راح تفشل، يلا روح. شنو؟ بس والله فقصر عملاق، بس أنا القصر مالتي أصغر، هو صار قلعة وقصر بنفس الوقت، بس أنا متأكد خطتي هي راح تحمي الناس وسكان القرية. أوكي يا جيجي، هسه أجي الوقت بس أثث هذا المكان، راح أجيب الأثاث هنا، متأكد إذا سويت صور وخليت كاربت راح يكون مكان حلو. يلا خلي أشتغل. ياساني طلعت، اريد اتفقد بنتي. شنو بنت؟ بابا همزي انت اجيت، بابا تعال شوف بنائي كمل. اوكي انا راح اشوف القصر، بس يا بنتي متاكده انه هذا القصر راح يحميني؟ طبعا بابا، قاعد اشوف بلوكات دايموند، هسه احنا تقربنا. اوكي ساني قاعد اشوف، بصراحة هذا مبين عليه قصر حلو، بس ما اعرف اذا راح يكون محمي او لا. بابا تعال تقرب، تعال حتى تشوف لنا البناء، ايش قد بناء حلو واسطوري. اي صحيح، هذا قصر كله من الدايموند. بس اوكي بنتي، شو راح نحمي هذا المكان اذا هجموا علينا زومبي؟ بابا تهتم، احنا عندنا هنا هذه البوابة راح نقدر نفتحها ونسدها، ما حد يقدر يدخل لنا، وعندك هاي البوابة مال غرفتك. بابا هذه غرفتك، غرفة الملك. صحيح بنتي، بناءك حلو كل من الدايموند، حتى الاثاث حلو، بس انا اريد اعرف شنو الطرق اللي راح تحمي هذا القصر حتى ما يدخلون الزومبي. بابا احنا راح نخلي جنود، يعني عندك هذه هنا مثلا، راح انت تصعد وتشوف على المدينه وتشوف شنو ايش قاعد يصير هنا. شوف بابا من هناك وش تقدر تشوف، وهنا بهذه الابراج راح يكون برجين بها الجنود، والابراج البقيه بها الناس. الابراج البقيه بها الناس. اي طبعا بابا، وقت كلهم راح يشيلون اسهم ويقاتلون ذول الزومبي ويتخلصون منهم. بس يا بنتي اذا قدروا يكسرون هذا السياج اكيد راح يدخلون وراح يقضون علينا. يكسروا؟ لا بابا ما اتصور، بالعكس هذا الدايموند، والدايموند قوي. بس هاش قاعد اشوف، شنو هذا البناء اللي هنا؟ بابا هذا بناء جيجي، اصلا بناء ما حلو وشكله كلش مقرف. صحيح هو بناء مو من الدايموند، بس انا قاعد اشوف شيء حول البناء. اوكي انا لازم اروح اتفقد بناء جيجي. هاي بابا انتظر، بنائي كلش حلو. اوكي انا راح اشوف ذاك وراح اقرر باي قصر احنا راح نعيش. يلا خل اركض. يس انا اثثت هذا المكان، حتى شقد جبت اسرة هنا. اوكي هاي كل الناس حتى ينامون، وهنا حتى كراسي يقعدون هنا. يا ابني جيجي، هذا انت شنو باني هنا؟ يا بابا الملك، بصراحة انا بنيت هذا، انا اعرف انه انا خالفت اوامرك، انت قلت راني انه هي تبني، بس انا متأكد انه بناءها ما راح يحميني، ولهذا انا بنيت هذا القصر. بس يا جيجي بصراحة بناك عجبني، بس يا ابني انت شنو مسوي بالخارج؟ يا بابا لازم تعرف اني سويت هنا، سويت كيف خندق حول هذا القصر، حتى اذا جو يقربون الزومبي راح يسقطون بهاي الحفرة. بس يا ابني موجود هذا الجسر ويقدرون يعبرون عن طريق هذا المكان. لا البابا اذا هجموا علينا اني راح اضغط على هذا الليفر، راح افتح هذا الجسر وما راح يقدرون يعبرون. واو يا ابني صراحة هاي الخطة عجبتني. بابا مو بس هذا، تعال تقرب وياي، هسه راح اشوفك قاعد تشوف هذا المكان، هنا يسكنون الناس واحنا راح نسكن بالضبط بالطابق الثاني. اوكي قاعد تشوف هاي الغرفة مالتنا، راح تكون هذا السرير سرير الملك، وهذا السرير واحد الي وواحد الرانية. واو يا جيجي بصراحة هو صحيح بلوكات هذا حجر، بس اوكي بصراحة هذا القصر محمي. بس باب مو بس هذا، تعال شوفك انا شنو صنعت، اذا اجوا الزومبي وتجمعوا هنا ورادوا يعبرون هذا الجسر، شوف الطريقة مالتي انا شنو سويت. اوكي بابا شو سويت؟ قاعد تشوف، واو هاي الطريقة اسطورية يا جيجي. بس بابا انت ما قلت لي انت عجبك هذا البناء، انت اي قصر راح تختار؟ يا جيجي اكيد انا راح اختار القصر مالتك، بصراحه هذا القصر هو الوحيد اللي راح يحميني. واو بابا الملك راح يختار القصر مالتي.
ياسا صار الليل وبصراحة أنا ما أعرف شو وقت راح يجون الزومبي. هيا ابن جيجي تعال. بابا الملك قاعد يصيحني. أوكي شنو صار؟ نعم يا بابا الملك. هيا ابني شوف ذول الزومبي هجموا. والله ذول الزومبي قاعد يهجمون. هيا أنا راح أقضي عليكم. أوكي يلا يا جيجي أنا لازم أقضي عليهم. يلا تعالوا تعالوا. شنو ذول هجموا علي؟ هي تش قاعد تسوي الرانية؟ واو والله وين راحوا الزومبي؟ شنو؟ وين راحوا؟ اوكي ماكو مشكلة، هسا تجيب لهم. شنو؟ أصلاً قضت عليهم؟ هي طبعاً قضينا عليهم، ذول الزومبي سقطوا بهذا الكمين مالتي، حتى مو بس هذا الكمين، أنا استخدمت هاي الأسهم وقضيت عليهم. مستحيل، أنا سويت هذا الشيء حتى بين البابا إنه قلعته مو قوية. بس هاش قاعد يصير؟ هي تش قاعد تسوين؟ انا شفتك انت تأشرين انه تفتحين تقولين تعالوا. معقولة انت تريدين تدخلين ذول الزومبي؟ اي طبعا، حتى بابا يشوف بنفسه انه هذا المكان اصلا مو محمي، والمكان اللي سويته هو اللي محمي. اوكي يلا تعالي روح المكانج بعد ما تجينا. يلا ابتعدي. واخيرا تخلصت منها، هسه راح افتح هذا المكان. هي انت ما تعرفين ذول الزومبي ما خلصوا، اكيد راح يجون من جديد. شنو؟ هي شوف اسمعني. اوكي لا تخلي حد يرجع مره ثانيه، لاني انا كلش اخاف. هي والله ما اعرف ايش بيها هاي البنت. اوكي بس واو الثاني فرحان لان قضينا على الزومبي اللي هجموا على هذا القصر. هيا بابا الملك شو رايك بهذا الشيء؟ واو يا ابني جيجي انت اسطوري، انت دافعت عنك وحميتنا من الزومبي. ولنا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، نلتقي فيديو جديد. مع السلامه.